للحديث أكثر عن تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي. أهلا بك سيد إبراهيم، لعلك متابعا للاتهامات التي تصدر من قبل بعض الكتل والأحزاب بتزوير نتائج الانتخابات. السؤال هنا، لماذا برأيك أكثر من يدفع باتجاه هذه الرواية هم الميليشيات ومرشحوها؟ بالتأكيد، تحياتي إليك وإلى جميع مشاهدين ومستمعي الرافدين العزيزة، وأشكرك على هذا السؤال. نعم، نحن أنه هذه الميليشيات وهذه القوى اللي تسمي نفسها الأحزاب، وخلينا نسميها أحزاب السلطة. نعم. أولا هذه الأحزاب ما لها جذر شعبي أو اجتماعي حتى ممكن الناس ينتخبوهم. نعم. هذول معتمدين، هاي النتائج اللي سجلوها معتمدين على قوى الجيش اللي هم جندوهم بمعرفتهم، والحشد الشعبي والشرطة اللي هي عبارة عن تعيينات حزبية مسجلة على اسم زيد وعمر من هذه السلطة المرتبطة بخارج الوطن اللي يدير دفت السلطة بالعراق. لذلك جاءت النتائج غير متوقعة بالنسبة لهم هم نفسهم، لأنه العزلة الجماهيرية عزلة مطبقة تماما، الجماهير لم تشترك في الانتخابات، اللي اشتركوا هم قوى الأمن وأجهزة الدولة والجيش، وهذول جابوا نتائج بسيطة. وأيضا قياسا للمشتركين الذين صوتوا بالانتخابات، قياسا لحجم وتعداد الشعب العراقي، نسبة تكاد لا تذكر. سيد إبراهيم، نعم سيد إبراهيم، يعني منذ أمس وحملات التهديد كما تعلم لا تنقطع، سواء من خلال قيادات في الميليشيات أو عبر أذرعتها الإعلامية أو أذرعها الإعلامية. السؤال هنا، ما الهدف من هذه التهديدات، وهل يمكن أن تذهب باتجاه التنفيذ؟ هل يمكن أن تترجم هذه التهديدات على الأرض مثلا؟ هم نعم ممكن، لأنه القوى الدافعة إنهم في إيران، وليس الشخوص اللي رموز السلطة اللي موجودين أو الرموز اللي سجلوا فائزين بالانتخابات. هؤلاء ليس اللي الدافعين إنهم، إنما الدافعة قوة كبرى هي إيران. إيران وراء هذه الميليشيات، وإيران صاحبة الميليشيات المسلحة أو القوى المسلحة التي بدأت بالاغتيالات، هذه قياداتها من داخل إيران ومحسوبة على إيران تحديدا. نعم. انه الصوت هو صوت ايران، والتهديد هو تهديد ايران، والتخوف والحسبان هو التحسب لايران. عندما تزيل هذه الاجنحه المرتبطه بايران، فانك انت حررت العراق والشعب العراقي من الميليشيات ومن التجاوزات ومن النهب ومن السلب ومن العدوان ومن الاعتقالات ومن السجون السريه، كلها مرتبطه بهذه الميليشيات. نعم. سيد إبراهيم، في المقابل نجد الكاظمي يحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية كما سماها، يقصد في التعامل مع نتائج الانتخابات. السؤال هنا، هل الكاظمي والحكومة قادرون على تنفيذ هذا التهديد بالدخول في مواجهة مع الميليشيات؟ هل هذا قابل للتحقق على أرض الواقع مثلا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. أصلا الكاظمي هو مرشحهم، هو مرشح هاي الميليشيات وهذه الكتل اللي يحسبون نفسهم احزاب، واحنا نسميهم احزاب السلطه، هو مرشحهم. وايضا هناك احاديث خلف الكواليس تدور بانه هؤلاء الذين سجلوا نفسهم فائزين بالانتخابات وراح يستلمون كراسي البرلمان، هذول ايضا مرشحين الكاظمي، ربما هو رئيس الوزراء باجتياز المرحله القادمه، وهو واحد منهم محسوب عليهم. إلى السؤال الأخير الآن سيد إبراهيم، يعني بعيدا عن كل هذه التهديدات المتبادلة، كان لكم موقف في الميثاق بمقاطعة الانتخابات، إلى أي مدى ترى أن الشعب العراقي بات أكثر اتساقا مع موقفكم وموقف كل القوى المقاطعة للعملية السياسية؟ والله النتيجة، الجواب والحسم والفرز بصحة موقفنا هو نتيجة الانتخابات ونتيجة الناس الذين اشتركوا بالانتخابات التي لا تكاد تسجل 10%. نعم،
شكرا جزيلا لك عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.